تضرب من جديد في عام 2020. العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها والتي تحقق منها ما يقرب من 85%. توقعت فانجا في 2020 ظهور فيروس خطير يقضي على حياة الكثير من البشر وينتشر حول العالم ولا يمكن السيطرة عليه، وهذا ما جعل توقعات فانجا تأخذ اهتمام مرة أخرى بعد ظهور فيروس كورونا المستحدث. صدقت توقعاتها في الحادث الإرهابي في 11 سبتمبر والهجوم بطائرتين على مبنى التجارة العالمي، وأيضاً تحققت نبوءتها بخصوص تسوناني في عام 2004. العجوز الخارقة التي أرعبت العالم بتوقعاتها، توقعت فوز رئيس أسود برئاسة أمريكا، وهو ما حدث وجاء الرئيس باراك أوباما. توقعت فانجا ما يحدث في العراق وسوريا وثورات الربيع العربي وظهور تنظيم دولة داعش. الله أكبر! وما زالت توقعات العجوز الخارقة فانجا تتحقق، منها حروب وكوارث طبيعية وهجوم نووي على بعض الدول الأوروبية وانهيار اقتصادي كبير تشهده دول العالم. اعتبرتها روسيا والغرب قديسة خارقة. من هي بابا فانجا؟ فانجا هي عرافة بلغارية ولدت عام 1911 وفقدت البصر في سن 12، بينما كانت تلعب مع أبناء عمومتها عندما هبت عاصفة رفعتها في الهواء وألقتها في حقل مجاور، وعندما حاولت فتح عينيها واجهت صعوبة كبيرة في ذلك بسبب الأتربة التي دخلت إليها. لم يكن في خيالها أن هذا الفقد ستعوضه بأشياء أكبر تمثلت في تنبؤات أذهلت العالم. ماتت في عام 1996 عن عمر يناهز 85 عام. كان الناس يتدافعون إلى منزلها المتواضع طلباً للشفاء والحديث عن مستقبلهم، وكانت ما تحدثهم به يحدث بالفعل. قدمت فانجا مئات التنبؤات على مدار 50 عام، واعتبرتها روسيا والغرب قديسة خارقة. توقعات فانجا التي تحققت بالفعل: توقعت أحداث 11 سبتمبر عام 2001 والهجوم الإرهابي بطائرتين على برجي التجارة العالميين في أمريكا، وهذا ما تحقق بالفعل، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة بشأن ما وصفه البعض بالقدرات الخارقة لهذه السيدة. متنبئة أو عرافة صاحبة نبوءات مشهورة جداً في العالم زمان كان اسمها فانجا. توقعت فانجا أن الرئيس 44 لأمريكا سيكون أسود اللون، كما توقعت فوز ترامب برئاسة أمريكا والذي وصفته بالرئيس 45، والذي تتوقع أنه سيصاب بمرض غامض سيؤدي في النهاية إلى سكتة دماغية. سبق وأن توقعت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنبأت بتسونامي في أندونيسيا عام 2004. وظاهرة الاحتباس الحراري، غرق الغواصة النووية الروسية كورس عام 2000، كما توقعت حرب سوريا والعراق وما عرف بالربيع العربي والعديد من التوقعات الأخرى التي صدقت وحدثت بالفعل. الله أكبر! ما هي توقعات فانجا لعام 2020 والأعوام القادمة؟ توقعت فانجا في 2020 ظهور فيروس خطير يقضي على حياة الكثير من البشر وينتشر حول العالم ولا يمكن السيطرة عليه، وهذا ما جعل توقعاتها تأخذ اهتمام مرة أخرى بعد ظهور فيروس كورونا المستحدث. كما توقعت كوارث طبيعية وأزمات اقتصادية
وحرب عالمية جديدة بسبب ما وصفته بالأسلوب الغير حكيم للولايات المتحدة الأمريكية في النشاط الاقتصادي والسياسي، ويعود بالسلب على عملتها الدولار والذي سيتراجع بشكل كبير. كارثة مطيرية طبيعية مدمرة على اسم أنثى تدمر مساحات شاسعة من أمريكا في الشتاء القادم. وفي الشرق الأوسط نماء كبير في بعض الدول نتيجة زيادة الأمطار بشكل كبير، وتحول بعض المناطق إلى مروج خضراء ورخاء بسبب مادة أرضية. كما توقعت وفاة رئيس لإحدى الدول بشكل مفاجئ دون أن تفصح عنه في 2020، إلى جانب وفاة عدد من المشاهير. تطور الصين بشكل كبير وأن تصبح قوة عالمية كبرى اقتصادياً وعسكرياً. تعاني دولة بالقرب من المحيط الأطلسي من عدة أزمات اقتصادية، ودولة من دول الخليج العربي تنتهي أزمتها بشكل مفاجئ. يقل عدد سكان أوروبا بشكل كبير بسبب المناخ وقلة الطاقة. ارتفاع مستوى الماء في الأرض وتذوب القمم القطبية وغرق أراضي كثيرة. اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عودة الشيوعية مرة أخرى للعالم بعد انحسار الرأسمالية بسبب فسادها. كما توقعت مع نهاية القرن الأول من الألفية الثالثة أن يكون هناك تعاون بين البشر والكائنات الفضائية، وسيعلمون البشر كيف يبنون دولاً وحضارات في المحيطات. ومن أهم تنبؤاتها المستقبلية القضاء على الجوع نهائياً على سطح الأرض عام 2028، وبحلول العام 2256 سيكون هناك أول مستعمرة بشرية على المريخ، تصبح بعدها قوة نووية ستطلب الاستقلال عن الأرض، ونهاية الحياة على الأرض في عام 2341. وفي النهاية نود أن نذكرك، كذب المنجمون ولو صدقوا، ولا يعلم الغيب إلا الله، ونتمنى السلامة والسلام للجميع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك على القناة عشان يوصلك كل جديد.